هذه ما انا مرت خوها عندها القلب عيانه بالقلب وما عندناش باش ما لقيناش باش نداويها ما عندناش انا عكاري اخويا في حي الصناعي ومرضت ليا ما كنت نترزق الله جات لحقت عليا انا مريضه شد عليا الحال وانا ما عنديش باش غادي ناتي والو انا عكاري في حي الصناعي في ولاد سعد النجد ما كنكون ديما كندور نترزق الله انا والوليدات طاحت ديما كطيح كان عندها القلب عيان ضعيف ما عندها لا باها لا امها لا تا واحد عايشه معايا انا في الدار ما عنديش ديت السبيطار كبير دقوا لها برا وطلقوه اليد ديالي صافي نطالب شي محسن ان شاء الله يجي يعاونها يديها للسبيطار يداويها وصافي هادشي اللي كنتمناو من الله ان شاء الله كانت تخدم مع الناس في الديور في عيات ما بقاش قدت مني ماتوا لها والديها بقات معايا انا في الدار انا وكشي ديال الله مرضات مريضه من الصغر ديالها كانت تعاني بالقلب هي كانت امها كديها الدقزله مني ماتت امها الله يرحمها نطلب شي محسن ان شاء الله يتعاون معايا الله يرحمنا والدينا يعاونوا عيد الدريه يدوا لي السبيطار يدواو لي ما باغا والو باغا الدريه يديها داووها يعاونوها شويه رجع صحيحه ديالها ان شاء الله ينعسها في السبيطار يعاونوها في السبيطار الله يرحم الوالد ما لقيتش لا جهد اخويا انا عا كندور ما عنديش كنتلاوط مع الوليدات والكراو حاله ضعيفه وخوها مخدام بغيت نعاونها ولكن ما عنديش لا جهد كنشوفها كتقطع قدامي ما عرفتش ما ندير لها كتبقى فيا كبرت معنا صغيره في الدار انا اللي كبرتها خلاتها مع صغيره مات والدي مات باها وماتت امها وبقات معايا نعا صغيره خلوها غير صغيره وكبرتها و... يعني تمرضت ما داكشي ديال الله الله يصاوب وصافي نتمنى نمشي محسن ان شاء الله يعاونها يديها للسبيطار يداويها شي اللي كنتمناو الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.